بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. فالواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني ربي وإياكم من المتقين. ثم أما بعد، طريق التغيير طريق طويل، والتغيير له سنن، وإقامة المجتمعات لابد لها من سنن، كما أن أهل الباطل يستخدمون طرق وأساليب ومفاهيم في إسقاط الدول. يجب أن يكون عند أهل الحق طرق وأساليب ومفاهيم لكي نحرك أو نتحرك في الاتجاه الصحيح. لازالت المجتمعات العربية لم تولد بعد، ولم تسلك طريق التغيير الحقيقي إلا أفراد أو جماعات صغيرة في حجمها الاقتصادي أو المالي أو الإعلامي. والطريق طويل، وأكبر عائق يعوق هذه الأمة طريقة التفكير في تناول الأحداث، وغياب المفاهيم، غياب المفاهيم التي من شأنها تتأسس عليها الأمة. فميلاد المجتمع يحتاج إلى مفاهيم تغرس عند الأجيال، فإذا غابت المفاهيم سوف تكون الحركة كإنسان يمشي في صحراء لا يدري أين السبيل، فهو يتعب وينصب ويصيبه العنت والشقاء، غير أنه في محله لم يغادر. فالقضية اليوم قضية إصلاح المصباح لمن أراد الإصلاح. ومن يريد تغيير لابد من غرس مفاهيم في المجتمع، حتى ينتقل المجتمع من هذه الصورة النمطية التقليدية في حل المشاكل على جميع المستويات. لازال العربي يفكر بنفس الطريقة، التفكير عند أزمة فقط، لكن التفكير في المستقبل واستغلال
الطاقات الموجودة للقيام بهذه الأمة لكي تحقق ما تريد، يجب أن تكون هناك مفاهيم موجودة. لذا الباطل لما أراد غزو بلاد الإسلام وقتل بلاد الإسلام بغير مدفع أو طائرة، غرس فيهم المفاهيم، مفاهيم تخدم الباطل. لذا لما عقد المؤتمر في القدس سنة 1935 من القرن الميلادي المنصرم، قال القس صموئيل زويمر: نحن نريد جيل ليس له صلة بالله، نريد جيل يحب الراحة والكسل ولا يهتم بعظائم الأمور، فإن تعلم من أجل الشهوة وإن نال المنصب من أجل الشهوة، فإن وصلنا لهذه الدرجة فنحن نسير في الطريق الصحيح. ثم انطلق أعداء هذه الأمة، وليس المشكلة في تخطيط أعداء الأمة، ولكن المشكلة، كل المشكلة، في غفلة أهل الإسلام وفي ترك الأخذ بأساليب إقامة هذه الأمة. إقامة هذه الأمة، هذه الأمة تمتلك منهج وتمتلك رسالة وتمتلك قوة بشرية هائلة، ربط بينهم اعتقاد واحد، ربط بينهم شعار واحد، ربط بينهم قرآن يجمع هذه الأمة. إلا أننا ارتضينا بأن يتحول المسلم في المجتمع إلى كائن مستهلك فقط، أصبحنا نستهلك، كائن يجيد التعامل مع السلع يأكلها فقط. أما أنه يقاتل في مضمار إقامة هذه الأمة، عفواً لا زال الطريق طويل. الحج، موسم الحج يرسي بمفاهيم لمن أراد التغيير. موسم الحج والعيد الأضحى يرسي بمفاهيم نحتاج أن نستغلها في طريق التغيير والسير إلى الله سبحانه وتعالى. يجتمع حجيج بيت الله الحرام من كل أقطاب المعمورة، يقفون في موقف واحد بشعار واحد. يجب علينا إن أردنا عز وتمكين لهذه الأمة أن ننظر في هذه المفاهيم، نسمعها ونشاهدها. وأصبح الإنسان لربما يكون في آخر المعمورة يرى ويسمع تلبية حجيج بيت الله الحرام، ويشاهد هذا المنظر الجماعي، منظر جماعي يشرح الصدر. غير أن الأمة لا زالت لم تفكر بعد بأن نتحول من كائن مستهلك إلى إنسان يقود قاطرة الحياة. مفاهيم في موسم الحج، بداية اقتنع أنت بها، ثم إذا اقتنعت انقلها لغيرك، لأن الوضع صعب. نحن أمة نحتاج إلى مفاهيم تغرس في الأجيال، فكون أنت السفير واعمل، لأن الطريق طويل والمسلم لا يعرف اليأس مهما ضاقت الدنيا. غير أننا نريد أن نمشي في مضمار إقامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون في مصف الدنيا. إذا قال المسلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أطرق له الناس. أما أننا أصبحنا على هذه الحال، فاعلم بأن الطريق طويل جدا جدا، حتى يأتي جيل يعمل ويقتنع بالقضية ويساهم في غرس هذه المفاهيم في دنيا الناس حتى نتحرك. محمد الفاتح
محمد الفاتح. ماذا قال محمد الفاتح؟ يقول محمد الفاتح: أعيش طيلة حياتي أحل المشاكل، فمتى ننتصر إذن؟ فلا نصر إلا بغرس مفاهيم. مفاهيم في موسم الحج ظاهرة: مفهوم التلبية. التلبية إذا أردنا نجاح على مستوانا هنا فلابد أن يكون شعار التلبية قائم. لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. لب في المكان أي أقام فيه، كما في فتح الباري: لب في المكان أي أقام فيه. لبيك اللهم لبيك يعني استجابة، استجابة لأمر الله. مفهوم مهم أن المؤمن لا يقدم إلا ما أمر الله به. أصبحنا اليوم، لأن الخليقة إحنا كمجتمع بين أمرين، إما على حق وإما على هوى وباطل. والله عز وجل قال هكذا لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مفهوم الاستجابة على مستواك الشخصي، إيش أخبار الاستجابة؟ الاستجابة لقال الله ولقال الرسول، تترك هواك لأمر الله. هذا هو المفهوم، يجب أن يرصى عند هذه الأمة أن نقدم ما يحب الله على المحاب، محبي أنا، وأن نقدم ما يحب رسول الله على محبي أنا، وأن أقدم أمر الله على أمر الشخصي والخاص. معنى هكذا تقوم الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى يرسي هذه المفاهيم في دار الأرقم أمر الصحابة بعدم القتال في بداية الأمر، مع أن الصحابة كانوا شجعان وفرسان، لكن أرسى مفهوم الاستجابة لأمر الله. الله عز وجل أمر ألا نقاتل في هذا الوقت في بداية الإسلام. طيب لو إيه المشكلة أن الصحابة كانوا يقاتلوا؟ كان لربما يقاتل الرجل منهم بمفهوم العصبية والهوى والانتصار الشخصي، لكن الإسلام نسف هذا المفهوم حتى يكون قتالك لله، استجابة لله. وينقل أن علي بن أبي طالب كان يقاتل رجل فضرب علي، ثم تمكن منه علي فعله بالسيف، فتفل الرجل على علي فامتنع عن قتله، قال: كنت أريدك أن أقتلك لله، فلما بصقت كان لنفسي فامتنعت. الله أكبر. مفاهيم أرساها صلى الله عليه وسلم. مفهوم الاستجابة عندك وعند الأسرة، مفهوم أصبح الواحد فينا يستجيب في المسجد وفي حلقة العلم فقط، لكن في الطريق إنسان آخر بطريقة أخرى. في المسجد ما شاء الله خاشع راكع، شيء طيب وجميل ومطلوب، لكن في البيع والشراء وحش كاسر، في البيت أمره غريب وعجيب، أصبح هناك انفصال. فلن تنتصر هذه الأمة حتى يتحول مفهوم الاستجابة في المسجد وأنت تسمع خطبة الجمعة أو الدرس والموعظة وأن تكون في بيتك مستجيب، وفي مشاكلك والمشاكل والعادات والتقاليد مستجيب لأمر الله، وإلا لازلنا في صحراء إلا أن يشاء ربي شيئا. مفهوم ثاني في موسم الحج: الأضحية وذبح الأضاحي. الأضحية ترسي مفهوم التضحية. الله عز وجل لا ينال لا من دمائها ولا من لحومها، وهو غني مغني سبحانه وتعالى، لكن التضحية
كأن كل عام تأتي إلينا رسالة تقول لنا إبراهيم ضحى، فهل منكم رجل يضحي؟ ضحى إبراهيم بماذا؟ أمر إبراهيم بذبح الولد ورزق بعد 80، اذبح ولدك بعد 80 رزق إبراهيم، ثم أمر بذبح الولد فاستجاب فوضع السكين ليذبح إبراهيم الهوى، يذبح الهوى. فلما هوى إبراهيم بذبح إسماعيل قال الله عز وجل أن فديناه لأن إبراهيم ضحى. فهل أنت ممن يضحي؟ مش تضحية أن احنا نذبح العيد، الموضوع موضوع أنك أنت تضحي، تضحي بوقتك من أجل الإسلام، تضحي بشبابك من أجل الإسلام. والسؤال متى ننتصر؟ متى ننتصر؟ احنا من حقنا ان احنا ننتصر، من حقنا ان احنا نسود، من حق المسلم ان يسود ويقود ويتحرك ويعمل، من حق المسلم ان يكون له دولة وصولة وجولة. لكن احنا اصبحنا نريد كل شيء بدون ان نبذل شيء، صح؟ والله مفهوم عندنا، نريد كل شيء بلا شيء، وهذا لا يكون في الطريق إلى الله. لابد من تضحية، لابد تضحي، تضحي أو يكون موضوع التضحية تضحي، تترك عاداتك وتقاليدك وتستجيب بشرع الله، تستجيب بالشرع. أكبر مشاكل تعيق الإنسان، تعيقه أنه لا يوجد عنده استعداد للتضحية. الأعمى والأقرع والأبرص، قصة الثلاثة. الأعمى كان أعمى فرزق وأذهب الله عنه العمى، وأبرص فشفاه الرب سبحانه وتعالى، وأقرع فرزقه الله شعر بعدما كان أقرع يتقذره الناس. ثم ابتلى الله عز وجل الثلاثة، ابتلى من؟ ثلاثة. ابتلى الأبرص برجل أبرص مثله، أعطيني بعير أتبلغ به حاجتي. فقال يا هذا الأمور كثيرة وعندنا أولاد وعندنا كذا وعندنا كذا، صح؟ فقال له الملك في صورة آدمي ألم تكن أقرع يتقذرك الناس؟ مش كنت أقرع يتقذرك الناس؟ قال لا لا لا، ورثته كابر عن كابر. ذهب للأبرص فقال أعطيني بقرة. فقال الشؤون كثيرة والعيال، نفس المعاذير يعني. فقال ألم تكن أبرص يتقذرك الناس؟ قال لا، ورثته كابر عن كابر. ذهب للأعمى قال له يا هذا أعطيني شاة أتبلغ بها حاجتي. فقال يا هذا كنت أعمى فمن الله علي، كنت أعمى فمن الله علي، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أسألك عن شيء أخذته لما أخذته، ولا شيء تركته لما تركته. فقال له الملك أبشر فقد نجوت وهلك صاحبيك. طيب ندقق، الأعمى نجا ليه؟ كان عنده استعداد يضحي. طب السؤال الثاني، هل الأعمى، هل السائل أخذ من الأعمى شيء؟ ما أخذ شيء، قال بارك الله لك في أهلك ومالك لقد نجوت. نجا يوم أن ضحى، عنده استعداد. هل أنت عندك الصحابة؟ كان يأتي الرجل لرسول الله يقول ما اسمك؟ اسمك ايه؟ يقول حسين. فيقول النبي لا، بل اسمك عبد الله. يقول والله لا هو احب الي من اسمي، خلاص انا اسمي عبد الله. اليوم الشرع يقول لبعضنا او لاحدنا غير بعض العادات السيئه عندك. ما نقدرش والله، تمشي في الدم اصلا، هي ماشي في الدم يا عم الشيخ.
ليه؟ لأن مفهوم التضحية، فالحج يرسي مع الاستجابة والتلبية مفهوم التضحية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، لا يولد مجتمع إلا بمفاهيم، وإن أردنا أن نجتاز العقبات يجب أن تقوم ثلة وجماعة من الناس بغرس مفاهيم في المجتمع وفي دنيا الناس. من مفاهيم الحج، مفاهيم الحج يغرسها مفهوم الوقت والاهتمام بالوقت. لا توجد أمة من الأمم أمرت بالحفاظ على الوقت وتعظيم الوقت والدقة في الوقت كهذه الأمة، إلا أننا أصبحنا لا نعبأ بالوقت. المواعيد، المواعيد، يقول لك جايك الساعة 5، ولو جاء الساعة 9 يبقى جاء بدري. ليه؟ لأن لم يغرس فيه مفهوم أن الوقت والحفاظ على المواعيد من التقوى. والله تقوى، تقوى لله انك تقول انا عن جيك الساعه كذا جي الساعه كذا، فضلا لما تاخذ مال من واحد وتقول له انا اعطيه لك بعد عام. التوقيت، الحج يقول المواقيت. من ذهب لعرفه بعد غروب شمس التاسع لا حج له، صح؟ يقف في مزدلفه في وقت معين، ويرمي الجمار في وقت معين، ويحلق ويطوف في وقت معين. الوقت في حياتك، ولا تجد إنسان قائد أو شريف أو محبوب في دنيا الناس إلا يهتم بوقته. إحنا أصبح الوقت عندنا لا شيء، بل البعض ممكن يضيع أوقاته من أجل التسلية، والبعض ممن يرجى منه العمل للدين أصبح يتابع البرامج وأفلام الأكشن ويتابع كرة القدم. يقول لك أصل المسألة فيها كلام، لا، المسألة ما فيها كلام، الكلام لم يغرس فيك أن الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فصاحب الوقت حافظ على وقتك. يجب أن يوجد في هذه الأمة من يحافظ على الوقت في أعماله، يحافظ على الوقت في مواعيده. بل النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن صفات، قال من صفات المنافقين 3: إذا واعد أخلف، إذا واعد أخلف. إذن الحفاظ على الوقت مفهوم يجب أن يتحول من حفظ الآيات إلى الواقع. الكل يحفظ والعصر والفجر والضحى، فلا نستطيع أن نمشي في قاطرة العالم إلا بالحفاظ على الأوقات. ثم لازال الكثير يلهو ويلعب، ونحن نرى أن الدنيا تجتمع على أصحاب القضية وأصحاب الرسالة، ومنا من يضيع. لذا كان النبي لما أمر قم فأنذر فما قعد صلى الله عليه وسلم. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هل كان النبي يصلي جالس؟ النبي كان بيصلي جالس؟ قالت نعم، حين حطمه الناس من شدة البذل مجهود. لذا لما قال الله لنبيه قم فأنذر، فقال النبي لخديجة: لقد ذهب عهد النوم يا خديجة. طالب علم لا يحافظ على وقته، ثم عند الأزمات يسأل أعمل إيه في الموضوع ده؟ طيب وين وقتك؟ وين دراستك؟ طالب علم لا يحافظ على العمل في الدعوة،
وقتك بيمشي وين؟ أنت بذلك تمشي في طريق خطأ وغلط. طالب العلم يجب أن يتعلم وأن يعمل وأن يتحرك على إصلاح المجتمع في يومه وليلته. فإذا كان العبد نهاره نهار سفيه وليله ليل جاهل، فكيف يدخل الجنة؟ إذا كان الإنسان نهاره نهار سفيه، لا حركة لا دعوة لا قيام بالأمر، والكل يتكلم قضية الشريعة في مصر، قضية الشريعة تحتاج حركة من الأفراد، مش من مجرد حزب الفلاني أو الجماعة العلانية. قضية الشريعة قضية المجموع، قضية كل إنسان وفرد لابد أن يتحرك بها. فقم بدورك، دورك دورك، وإلا الأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد. قال الله إنما نعد لهم عدا، فآخر العدد خروج النفس، آخر العدد وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحج يرسي مفهوم الحفاظ على الوقت، يجب أن نستفيد من ذلك. كذلك الحج وأخيرا يرسي مفهوم الجماعية والعمل الجماعي، أن نجتمع جميعا في إطار واحد لكي نحقق لهذه الأمة لهذه الأمة ما تصبو إليه. ولا يستطيع فرد مهما كان أو إنسان مهما كان علمه ودوره أن يصنع شيء في دنيا الناس ما لم يكن داخل إطار ومجموع ويعمل عمل جماعي. لكن الشيطان أصبح يقطع في أجساد هذه الأمة، وأصبح الكل ينزع أو ينزع للعمل الفردي ويترك التكتل. الدنيا اليوم أوروبا، في أوروبا تأشيرة واحدة، تأشيرة واحدة في أوروبا، عملة واحدة في أوروبا، لا يوجد تأشيرات بين الدول، عمل جماعي لكي يتكتلوا. وأصبح الواقع اليوم يقوم على التكتل والتكتل وإقامة الكيانات. لذا إذا أردنا أن نسير وأن نقاوم في طريق التغيير فلابد من أن نجتمع، وأن نجتمع على ما إحنا أصحاب منهج. نحن لا نريد اجتماع كحطب الليل، حطب الليل هو يجمع الحطب بالليل، يجمع الحطب مع البعرة مع العقرب فلربما يموت أو يرديه، لكن نحن عندنا طريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذا الاجتماع، انظر إلى مفهوم الحج اجتماع، انظر إلى الحركة الجماعية لحجيج بيت الله الحرام. لذا المشهد جميل ورائع، أين أنت من العمل الجماعي والاجتماع مع إخوانك؟ ولتعلم إنما يأكل الذئب من الغنم الشاه القاصية، ما قال صلى الله عليه وسلم الشاه المريضة، النبي ما قال الشاه المريضة ولا قال الشاه العرجاء، لكن قال الشاه القاصية. فلربما تكون الشاه القاصية القوية الفتية المغرورة بنفسها في ساحات ومنتديات الأنترنت، لكن نقول الشاه داخل قطيع الشياه. لذا الاتحاد، الاتحاد قوة، ونحن عندنا منهج نحكمه في الشدة واليسر، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، والكل يستجيب للمنهج. انظر إلى هذا المفهوم، مفهوم العمل الجماعي والاجتماع. والسؤال، أين أنت من هذا المفهوم؟ ماذا المفهوم؟ مفهوم العمل الجماعي وأن نجتمع. في أوروبا وفي أمريكا يقدمون ملايين الساعات في العمل الاجتماعي التطوعي، وإحنا عندنا اليوم جمعيات تغلق الأبواب، لا يوجد من يساهم في إقامة المشاريع، حتى المشاريع الاجتماعية، الخدمات للمجتمع. دور المسلم إذن يجب أن يكون عليك هكذا، يجب أن يكون الجميع أن يعمل عمل جماعي في إطار معين
نمشي حتى نتكتل. اليهود تكتلوا فاستطاعوا أن يقيموا دولة، استطاعوا أن يقيموا دولة تستطيع أن تحرك العالم بأطراف الأصابع، هكذا تحرك العالم كما تريد، لأنهم اجتمعوا. لكن إحنا أصبحنا كالغنم الكبيرة في الليلة الشاتية، سيطر الهوى. فالخير، كل الخير في التعاون على البر والتقوى. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. مجرد التعاون بر، فكيف بالسلوك والعمل؟ التعاون. لذا مفهوم العمل الجماعي. المطلوب مني ومنك أن نحول ما سمعنا إلى سلوك في أرض الواقع، هذا هو المطلوب. بس المطلوب ما فهمته أحوله إلى سلوك وأداء في أرض الواقع. الاستجابة، التضحية، الحفاظ على الوقت، العمل الإجماعي، حتى تعود هذه الأمة إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى السيادة وإلى الريادة. فلابد من اجتماع. موسم الحج يرسي بمفاهيم، ونحن عندنا آمال وطموحات، وهذه الآمال والطموحات تحتاج عمل وبذل. ولنا أمل، وأقسم بالله هذه الأمة منتصرة، سائدة، قائدة، شريطة أن نعمل بمفاهيم الإسلام. ونحن لا ننتصر إلا بالإسلام وبمنهج الإسلام. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزولنا، وسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم فك أسر المأسورين، واحسن خلاص المسجونين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق كل علماء الأمة إلى ما تحبه وترضى. اللهم اجمع بين القلوب يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة للإطالة.